نظمت اللجنة التنفيذية لنادي زاخو الرياضي مهرجانا رياضيا يعد الأول من نوعه على مستوى العراق وأقليم كردستان، وذلك للتعريف عن لاعبيه الذين يمثلون النادي في دوري نجوم العراق للموسم الجديد. وأقيم المهرجان في ساحة جسر الدلال الأثري. هاي الاحتفالية هي مسؤولية مضاعفة علينا ككادر تدريب وكلاعبين. إن شاء الله نحاول نسعد هذا الجمهور، نحاول نسعد هذه المدينة، ونكون يعني رقم صعب إن شاء الله بالدوري. نتمنى التوفيق إن شاء الله لفريقنا، ونتمنى إن شاء الله مثل ما قلت لك إنه نسعد جماهيرنا، وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين. نعم. اليوم نحن نادي زاخو يعني كإدارة نادي زاخو من حطت هاي الكرنفال هي تعرض اللاعبين الفريق الموسم 2024-25 للجمهور يتعرفون على اللاعبين اقرب، فهذا هم شلون الصله يصير بين الجمهور واللاعبين قبل انطلاقه الدوري. تضمن المهرجان عروض وحركات رياضية إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية، حيث شارك فيه 25 لاعبا من نادي زاخو، والذي أشرف عليه خبراء رياضيين محترفين لإظهار إمكانيات نادي زاخو بأفضل صورة. طبعا أكيد الكل يعرف نادي زاخو أهميته وموقعه بالعراق وبالدوري العراقي بالتحديد، خصوصا الموسم اللي فات النجاحات الكبيره اللي حققها. هذا الشيء اكيد يحسب للاداره، يحسب للداعم الكبير هو المحافظ لنادي زاخو. اكيد احنا سعيدين بتواجدنا مع جمهورنا. احنا كلاعبين سعداء بهذا الاحتفال، نشكر الاداره وجمهور زاخو ومدينه زاخو على هذا الكرنفال الجميل، وان شاء الله نوعدهم نقدم موسم مميز، واحنا اكيد فرحانين بهاي الاجواء الجميله. استقبالهم كان اللاعبين يعني كلش حلو، هذا الشيء يعطينا دافع نقدم كل ما عندنا لاجل هذه المدينه، لاجل نادي زاخو. ان شاء الله عازمين احنا كلاعبين ودعم الاداره وهذا الجمهور الحاضر بكثافه، يعني من بدايه ما جينا المدينه زاخو ان شاء الله نقدم شيء يليق بهم ان شاء الله. ويأتي أهمية هذا المهرجان كونه هو الأول والفريد بين جميع الأندية المشاركة في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 الذي سيظهر هذا العام بشكل مختلف كليا عن جميع المواسم السابقة. لقناة زاكروس الفضائية، نجلة السندي، زاخو. أقام الاتحاد